في لفتة رياضية عجبتني جدا فقلت أشاركها معاكم، وبعد كده نشوف تعليقات دكتور خالد منتصر، وطبعا برضو هنشوف مريم ملاك الجديدة، حاجة فعلا مؤسفة. الفيديو ده جميل وأعتقد هيعجبكم، وفي مفاجأة في آخر الفيديو كمان. تعالوا نشوف اللفتة الرياضية الأول. في روح رياضية عالية انتهت بمشهد عاطفي جمعت بين لاعبتين تحت 23 سنة في نهائي بطولة إيطاليا لسلاح سيف المبارزة. جايا كانت متقدمة 12-9، ولكن مع بقاء 17 ثانية عن النهاية سقطت جايا بعد تعرضها للإصابة، وبعد تلقي العلاج الطبي عادت لتستكمل الوقت المتبقى. إيميلا كانت تستطيع استغلال إصابة غريمتها وتفوز، لكنها بدلا من ذلك تحركت زي ما احنا شايفين للخلف وللأمام دون الهجوم عليها حتى نهاية الوقت، وهو ما سمح لجايا انها تفوز بالمركز الأول. وبعد المباراة قامت جايا وإيميلا باحتضان بعضهما البعض. ويلا كورة نشرت الفيديو ده هوت وكتبت عليه: الرياضة أخلاق قبل كل شيء، رفضت استغلال إصابة منافستها لتفوز بالبطولة، هذا ما فعلته إيميلا في نهائي بطولة إيطاليا لسلاح سيف المبارزة. نيجي بقى لتعليقات الدكتور خالد منتصر، نشر البوست ده هوت وعلق عليه. البوست ده كان ليه من فترة، كتب حذيفة: الحمد لله لاعبنا المصري المسلم حصل على البرونزية بقيام الليل وقراءة سورة البقرة. فخزاعة رد عليه: بس النهاردة اليوم 11 وأمريكا البروتستانتية والصين البوذية حصلوا على 145 ميدالية معظمهم ذهب. فحذيفة قال له: أنا قصدي أزود وأرسخ الإيمان عند الشباب. فخزاعة رد عليه: ده أنت بكلامك ده يا حذيفة هتزود نسبة الإلحاد عندهم، لأنهم هيترجموا كلامك ده على إن اللي واقف معهم ربنا حصلوا على ميداليات أقل من نص اللي حصل عليهم مايكل فيليبس. وعلق بقى على البوست دهوت وقال: أبطال الصين واليابان الكفرة قاعدين يحصدوا الميداليات ومحدش لقال بوزة ولا شنتو ولا بنتو، وميخائيل لوبيز المصارع الكوبي الأسطورة اللي من دورة 2008 حتى الآن بيحصد الذهبية في سابقة لم تحدث، كل ده بدون ما يقوم الليل. وفي التعليقات كتب: مايكل فيليبس يعلن السر الرهيب الذي أخفاه لسنوات عن سر تفوقه، كنت أعتكف قبل كل دورة في أحد زوايا سان فرانسيسكو. فهاني كتب له: على يدي، ومش بعيد تلاقي حد يقولك انه بيقوم الليل ويصلي الفجر واسمه الان محمود حسن فيلبس. فدكتور خالد قال له: بيصلح راديوهات في الحسين. ايضا دكتور خالد منتصر كتب: اذا كنت هتدفع 200,000 جنيه عشان تدخل كلية طب خاصة انصحك بلاش، اتعلم بيهم يا ابني لغة اسباني او صيني او الماني، حوشهم وسافر بيهم كل أجازة تلك البلاد، هذا أفضل. أيضا في التعليقات كتب: هتلاقي نفسك مطلوب في سوق العمل ويتفتح قدامك 1000 باب، ومرتبك وانت لسه شاب أو انتي لسه شاب أضعاف أضعاف الطبيب الشاب، ده غير الإنقاذ من المطحنة الطبية. وللأسف هتلاقي بيشاركك العمل الطبي كل الناس من أول البواب والحلاق للسواق والسباك، كلهم بيفتي في الطب وبيكتب أدوية. فحنان كتبت: حقيقي كارثة، للأسف المصريين طفشوا من الطب وحاليا أغلب الطلبة سودانيين. فالدكتور خالد كتب: الطب بقى مهنة خانقة، واللي بيحصل مع الأطباء الشباب غير إنساني بصراحة. أمل كتب: التفكير عملي، أحيي حضرتك عليها دكتور. فقال لها: السفرية هتكلفه ربع المبلغ، ويتقن اللغة هناك في البلد دي، ويرجع مطلوب في سوق العمل.
جامعة الملك سلمان الدولية كانت كاتبة الحد الأدنى للقبول بجامعة الملك سلمان الدولية. الطب 77%، طب أسنان 77%، الصيدلة 73%، الطب البيطري 68%، الهندسة تخيلوا 65%، والحاسبات 60%. أما بقى التمريض والفنون والتصميم والسياحة والضيافة والعلوم الأساسية والصناعات التكنولوجية والألسن واللغات التطبيقية، العلوم الإدارية، علوم المجتمع، السياحة والضيافة والزراعات، كل ده ب55%، يعني يا دوب ناجح. أيضا دكتور خالد منتصر نشر الصور ديت وعلق عليها، تعالوا نشوف الصور مكتوب الأخبار اللي فيها إيه. دي مستريحة الهرم، ضحايا مستريحة الهرم يكشفون حيلتها للإيقاع بضحاياهم، أوهمتهم بقدرتها على تخصيص شقق لهم، والتحريات صادر ضدها 22 حكما قضائيا، والمجني عليهم لليوم السابع: بعنا سيارتنا وخسرنا تحويشة العمر وسلمناها الأشجان. أيضا الأمن يكثف جهوده لضبط مستريح جديد بالقاهرة، تحصل على 100 مليون جنيه بمساعدة زوجته. أيضا كيف خدع مستريح أسوان آلاف المصريين باسم السيدة زينب. في ساحة منزله بقرية البصيلية يجلس شاب 30 وفي يده ميكروفون، بينما تحيط عنقه مسبحة في الوقت الذي يلتف حوله عشرات من القرويين البسطاء. يبدأ حديثه بالصلاة على النبي وطلب القراءة الفاتحة لآل البيت والسيدة زينب. أيضا التحريات مستريحة الشرقية اختلست 7,400,000 جنيه من أموال البريد. أيضا ضبط مستريحة جديدة جمعت 1.5 مليون جنيه من ضحاياها في اسكندرية. أيضا رحلة بوسي مستريحة الشرقية الجديدة من بيع الأجهزة الكهربائية والمفروشات إلى التخشيبة، الضحايا استولت على 25 مليون جنيه من تحويشات العمر وخانة العيش والملح والنطق بالحكم على المتهمة 26 مايو. أيضا في 16 مايو 2024 وفاة مستريحة الملابس بالغربية استولت على 10 مليون جنيه. أيضا في قبضة الأمن مستريحة طريق الصعيد بعد أكبر عملية نصب في 18 مايو 2024 باعت الوهم 500 سيدة. مستريحة الخياطة أشهر نصابة في دمياط على أبواب المحاكمة في 4 يوليو 2024. أيضا ضبط مستريحة الاستيلاء على 11 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها. مستريحة المنوفية، ضبط مستريحة المنوفية الهاربة وسرقة بنك ناصر أبرز حوادث الأسبوع بقنا. مستريحة سوهاج جمعت 2.5 مليون من المواطنين وهربت 8/1/2024. كل الصور دي نشرها دكتور خالد منتصر وكتب عليها ايه بقى: كل المستريحين والمستريحات والحمد لله ملتزمين بالزبيبة وملتزمات بالزي الشرعي، بارك الله فيهم وفيهن. ايضا نشر الصورة ديت والد اول الثانوية العامة: لن نقبل منحا دراسية في دول غير اسلامية. ده كان بتاريخ 12 يوليو 2018. طالب محمد ووالده بعد النتيجة قالوا لن نقبل منحا دراسية في دول غير إسلامية. فبيقول بقى دكتور خالد منتصر: بمناسبة مرور 6 سنوات على هذا التصريح، غالبا هو على وشك التخرج من كلية الطب الأيام دي، هل ما زال الطالب وأسرته عند رأيهم؟ أرى هارفارد تبكي وجامعة أوكسفورد بطولتم. للأسف كان فيه خبر مؤسف: صفر جديد في الثانوية العامة ومريم أخرى، سلام ونعمة للجميع. أنا بنت أخويا طالبة في ثانوية عامة من المتفوقين في المرحلة الإعدادية والثانوية، للأسف جينا نجيب النتيجة لأنها جايبة 18
5%، مع ان درجاتها في تانية ثانوي 97% وتالتة اعدادي 98.5%. راح فين مجهود نانسي ايمن توفيق؟ فين درجات نانسي؟ يا ريت نشارك عشان حق نانسي ما يضيعش. ونشروا الاثباتات ديت، الرقم الجلوس ومجموع الدرجات 74.5، النسبة المئوية 18%، الاسم نانسي أيمن توفيق زكي، المدرسة يحيى كيلاني الثانوية للبنات، الإدارة التعليمية ديروط، حالة الطالب راسب، الإعدادية اسم الطالب نانسي أيمن توفيق زكي، رقم الجلوس 3475، المدرسة الشهيد إبراهيم العسال الإعدادية بنات، عرض نتيجة المدرسة بالكامل، الإدارة التعليمية ديروت نتيجة الإدارة بالكامل، المجموع 275.5، المجموع الكلي 280، يعني جايبة 98.4% في الإعدادية. تقوم تجيب في الثانوية العامة 18%، حاجة مؤسفة فعلا. على العموم مريم ملاك اتخرجت من كلية الصيدلة بتقدير امتياز، ان شاء الله دي كمان نانسي تحقق ذاتها وتبقى احسن كمان من مريم ملاك، ربنا قادر على كل شيء. احمد موسى قال اولمبيات الوداع، تامر عبد الحميد، كل ما افتح التلفزيون الاقي حد من البعثة ودع المنافسات. اسماعيل حسني، دي اخرة الرياضة بالواسطة والمحسوبية، الرياضة مكسب وخسارة، لكن لما المصارع المصري يتغلب من المصارع الاذربيجاني 9-0 والحكم ينهي المباراة بسبب عدم التكافؤ تبقى عيبة كبيرة، ولازم نطالب بإقالة مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجهاز الفني ومحاسبتين بشكل قانوني. عارف اني بحلم بس الحلم مش عيب. يا خسارة يا بلدي. عمدة نشر الصور ديت وعلق عليها، الصور بتقول ايه بقى؟ محمد السيد بيقول قيام الليل وصورة البقرة والصلاة على النبي سر ثباتي أمام المنافسين وتحقيق الميدالية البرونزية. ده محمد السيد بطل مصر المتوج ببرونزية أولمبياد باريس في سلاح الشيش. ده الياباني اللي كسب الذهب. فعمدة كاتب أي طفل سيقرأ كلام محمد السيد الحاصل على برونزية شيش المبارزة سيعقد مقارنة تلقائية بينه وبين الياباني كوكو كانو الفائز بذهبية نفس المسابقة، وسوف يسأل نفسه كيف لمن يهتم بقيام الليل وقراءة صور قرآنية وتلاوة أدعية أن يحقق برونزية بينما الياباني الملحد فاز بالذهبية. وبعد هذا الكم من الهوس والدروشة نسأل أنفسنا لماذا يزيد الإلحاد؟ العربية، المحلل السياسي موفق مطر، مسؤولون كبار في حماس يقولون أن السنوار لديه نزعة جنون العظمة واختياره يؤشر إلى ترسيخ انقلاب الجناح العسكري على السياسي داخل الحركة. العربية، إلغاء حفلات في فيينا بعد كشف مخطط لهجوم. العربية، تضاعفت أسعار التذاكر وألغيت رحلات، أصداء التصعيد الإسرائيلي الإيراني يعطل الطيران بالدول المحيطة وخصوصا لبنان طبعا. اسماعيل حسني كتب كان نفسي أعرف الناس اللي بتشتري الزيت المستعمل بسعر يصل ل 30 و35 جنيه بتعمل بيه ايه. وأخيرا عرفت الناس دي بتشتري من حضرتك الزيت وبتبيعه ب70 جنيه للمطاعم وب100 جنيه لحضرتك تاني بعد إعادة التدوير. طب إعادة التدوير دي بتتم إزاي؟ أقول لك أنا، كل 20 كيلو زيت بيتعمل لهم خلطة بكيلو نشا على كيلو مية باردة وبيدوبوا النشا في المية كويس جدا، ثم تضاف إلى الزيت المستعمل ويترفع على نار هادية جدا. مهما كان الزيت أسود أو في رواسب أو زيت لحوم أو زيت سمك أو زيت مقلي، هتلاقي النشا سحبت كل الكلام ده واتكتلت معاك في قعر الحلة. بيتم تصفية الزيت بمصفى وبيرجع لونه أصفر صافي أحسن مما كان عليه، ويرجع تاني لحضرتك على صورة زيت نقي فاتح 100%. وعمرك ما هتقدر
تعرف انه مستعمل قبل كده غير بالتحليل. هل بقى الطريقة دي صحية؟ لو حكمت عقلك وبحثت هتعرف انه مضر جدا جدا جدا. الكيلو ولا الاتنين كيلو زيت اللي حضرتك بتبيعهم في الشهر بيكونوا سبب في اذية ناس كتير تانية. حضرتك ممكن تكون بتشتري زيت عافية او سلايت او الانواع النظيفة دي، لكن في ناس غلابة ما تقدرش على سعر الانواع دي وبتشتري من الزيت السايب اللي كنا لسه بنحكي عليه. وعلى فكرة اغلب مطاعم الفول والطعمية والمطاعم عموما بتستخدم زيت مجهول معبأ في جراكن قذرة صفراء او سوداء لرخص سعره، واللي هو طبعا معمول لإعادة التدوير. اللهم بلغت اللهم فاشهد، دمتم جميعا في امان الله ورعايته منقول. لو عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.